يخدم نشاطات تاكسي بدون رخصه. سي بو سا لي سيفيس سيكيورتي المصالح الامنيه كي شافوا بلاو يخدم هذا النشاط حبسوه على جلالة وطبقا للقوانين. هنا انا نصم با كونت ما ناش ضد هذه الشركات الناشئه، لكن يجب تكون في اطار قانوني في اطار منظم. هذا سي بو سا طلبناه الاخر باش يغلاريزي لا سيتياسيون تاعو، قدمنا ملف نعاونوه ان شاء الله مع صلاح الوزاره نجيبوا له رخصه استثنائيه باش يفتح شركه تاعو هنايا.